ما فيش. هستأذنك وخليك فكرني ان ما كانش فيه في التلفزيون اي افكت معانا واحد عامل افكت كتير وعامل في حياتي انا شخصيا فنان كبير وفنانينك وحبايبك كتير. نقول الو الو يا استاذ جمال، حبيبي ازيك؟ وحشني يا حبيبي، اخبارك ايه؟ يا حبيبي، وحشني استاذ جدا جدا، طارق دسوقي فنانك وحشني كبير. جدا جدا جدا. ازيك يا انت طارق؟ كمان يا حبيبي، منور ده منور يا حبيبي الشاشه، ومنور الانتاج وكالعاده. يا حبيبي، يا حبيبي يا طارق، يا حبيبي استاذنا الكبير طارق الدسوقي في فضفضه مع روبير. ده النهارده انا بالنسبه لي يوم عيد يا جماعه. يا حبيبي ربنا يخليك، اشكرك. حضرتك معانا القامه والقيمه والمخرج الكبير، احد نجوم مصر الكبار. يعني طارق، طارق ده احد ما نجوم انا سبحان مصر. انا معايا على اليمين مخرج العبقري جمال عبد الحميد، وقدامي على التليفون طارق بيه الدسوقي. يعني انا مش عارف اقول ايه. النهاردة عايزين حضرتك تدينا كلمة وموقف جميل مع المخرج جمال عبد الحميد، وهسألك السؤال الثاني بعد ما نسمع ده من حضرتك. طيب جاي كده طبعا، يعني الأستاذ جمال عبد الحميد، وأنا طبعا شهادتي مجروحة لأنه أخويا وصديقي وحبيبي، وإحنا متلاقين فكريا إلى حد كبير، ويمكن وجهة نظرنا في الفن وربما في الحياة كمان واحده. لكن خليني ابقى محايد واتكلم بشكل موضوعي وشكل اكاديمي وفني بحت. استاذ جمال عبد الحميد من اهم مخرجي الدراما المصريه والعربيه، واثرى الشاشه الصغيره بعشرات الاعمال الشديده الاهميه والناجحه جدا جدا. ما حدش ينسى ابدا ارابيسك او زيزينيا او حلم الجنوبي او وزير رمضان او العديد والعديد من الاعمال الدراميه التلفزيونيه الناجحه والهادفه والراقيه في زمن كان المسلسل المصري طبعا، يعني هو كان وما زال ان شاء الله متسيد المسلسلات العربيه بشكل عام. لكن اهم ما يميز اعمال الاستاذ جمال، ما تلاقيش فيه ابدا اي عمل ممكن يتقال عليه تافه او هايف او سطحي، وانما كلها اعمال بتحمل فكر وبتحمل رؤيه وبتحمل مضمون، ومع كبار الكتاب طبعا زي الكاتب الكبير الراحل اسامه انور عكاشة الله يرحمه. كان بيختار موضوعاته بعنايه شديده جدا، بيختار الكاست بتاعه بعنايه شديده جدا من غير محاباه، الدور الممثل المناسب للدور المناسب بصرف النظر عن اي علاقات شخصيه، بيختار الموسيقى التصويريه، الالحان، الاغاني وكلمات الاغاني، كل شيء فروم اي تو زي عناصر العمل اللي تصنع عمل درامي ناجح يؤثر في الناس ويظل عايش وموجود في اذانهم وفي اذهانهم وفي وجدانهم لفترات طويله، بدليل ان هذه الاعمال لما بتتعاد النهارده من حين لاخر الناس بتقبل عليها وبتتفرج عليها حتى لو كانت حافظاها واتفرجت عليها عشرات المرات. واعتقد ان هي دي وظيفه الدراما الحقيقيه، الدراما الجاده اللي احنا كلنا بنتمناها وبنحلم بيها واللي بتمثل مصر اللي هي وجود الشرق. تمام يا استاذ طارق. وقبل ما اسالك السؤال الثاني هسال سؤال يعني ما حدش يعرف يجاوب عليه غير حضرتك. فين استاذ طارق الدسوقي دلوقتي؟ انت وحشنا. انا في البيت دلوقتي. هيرجع. فطرت وقاعد اتفرج على ماتش الزمالك والانتاج الحربي. هيرجع تاني ان شاء هو الله. استاذ جمال عايز يقول حاجه. هيرجع تاني ان شاء الله طارق، هيرجع ان شاء الله. هيرجع ده نجم من النجوم واحد المثقفين في مصر، الممثلين القارئين اصحاب الموهبه واصحاب الفكر واصحاب الثقافه. ده المثقفين انا ما انساش لحضرتك مقطع على اليوتيوب لما حكيت على مصر عندك 1000 كيلو على البحر المتوسط و1000 كيلو بحر احمر. يا سلام. معلش استاذنك، ممكن تقولها لنا تاني في برنامجي من فضلك؟ معلش.
لا هو مش كده، هو انا كنت بتكلم على مصر وقيمتها التاريخيه والحضاريه والجغرافيه، لان كنت برد على يعني على ناس للاسف الشديد بتحاول انها تنال من مصر او تقلل من شانها او تقلل من قيمتها، وبتحاول انها تهيل التراب على تاريخنا وعلى ماضينا وعلى القاده وعلى الزعماء وعلى اسماء كبيره جدا سطرت يعني اسماءها بحروف نور في التاريخ المصري والعربي والعالمي عموما. تمام. فانا في الحقيقه كان الكلام ده مستفزني جدا، وحبيت ارد عليهم وارد عليهم بشكل يعني بالورقه والقلم زي ما بيقولوا، قلت ايه؟ بمنطق واحد زائد واحد يساوي اثنين يعني. قال لك مش صدفه. اتفضل. بالظبط. مش صدفه. وفعلا انا مقتنع ومؤمن انه ما فيش حاجه ابدا بتيجي بالصدفه. كل شيء بقدر الله طبعا، وكل شيء بميزان، واللي بيبص للامور بشكل بعقلاني وبروح ورونيه صافيه خالصه محايده بيصل للهدف والمضمون بسهوله وببساطه من غير تشويش. تمام. انا مش هاخد الوقت عشان الناس تستمتع بحديث الاستاذ جمال لان هو ضيفك. لا يعني على اليوتيوب الكلام بتاعي هو يعني لينا لقاء تاني هنكون بنتكلم على مصر، وهستأذنك ونعمل مداخلة نتكلم فيها سعيد. ده أنا يسعدني ويشرفني في أي وقت. أنا بس عايز أقول إنه الأستاذ جمال جمعني دي لقاء قريب يعني من 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 شهور، وفي عمل على المسرح البالون من خلال قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية اسمه في صحبة الهادي الأمين. زي ليلة محمدية بنمدح فيها سيدنا النبي وبنرد فيها على كل الدعاوى اللي بتحاول أنها تسيء لنبينا الكريم. لكن الحقيقة ما يميز هذا العمل إنه كان غير تقليدي، إنه كان فيه أغاني وكان فيه استعراضات وكان فيه أداء شعري وكان فيه نخبة من النجوم والنجمات يمكن صعب تجمعهم في عمل أو في ليلة محمدية زي اللي حصلت دلوقتي، خصوصا دلوقتي يعني كان معانا من المطربين والمطربات والمنشدين مروه ناجي وهدى عمار وحنان ماضي وائل الفشني وعلي الهلباوي وزياد الشرنوبي، وطبعا الحان الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، وثلاث مؤلفين وشعراء كبار كاتبين الكلام، السينوغرافيا سامي المغربي، الاستعراضات حجاج، ومعانا فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية. لا عمل كان عمل حلو قوي قوي، يعتبر يعني يمكن ربما أول عمل يعمله الأستاذ جمال أو الثاني على خشبة المسرح، لكن حط فيه بصمته التلفزيونية. واحنا الحقيقة كلنا دون استثناء كنا بنشتغل بحب كتير جدا، أولا للأستاذ جمال وإيمان بيه كمخرج، وطبعا لكل شيء كمان إن احنا بنمدح سيدنا النبي وبنقول مقولة وكلام محتاجين نقوله النهاردة ونحط تحتيه عشرات الخطوط. عمل ناجح جدا، واحنا صورناه تلفزيون ان شاء الله يتذاع قريب، لكن يمكن قبل ما يذاع احتمال كبير نعيد عرضه تاني على العيد الكبير ان شاء الله. ان شاء الله لما يجي يتعاد اعملوا لنا دعوة ونيجي نتفرج ونصور مع حضراتكم يا فندم. ده يشرفنا ويسعدنا يا فندم. شكرا لحضرتك، وكل سنة وانت طيب، وميرسي ليك يا استاذ طارق. شكرا. انا بشكرك وبشكر الاستاذ جمال وحبيبي، اكيد ان شاء الله هنلتقي، وما ينفعش يعني انا صح الا الصحيح، ما ينفعش جمال عبد الحميد يبقى موجود قاعد في البيت وما يكونش ليه عمل واثنين على الشاشه. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله قريبا ونعيد نعمل اعمال ان شاء الله جميله. شكرا. شرفتني. شكرا.